تأتي المشاركة في معرض الصور بالمملكة المغربية، وذلك وفق توجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وفق تطلعات القيادة الرشيدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. المعرض يحتوي على عدة أروقة، تبدأ الأروقة بركن العلاقات بين البلدين لمتانة هذه العلاقات الكبيرة، وأيضا ركن القرآن الكريم ويحتوي على مجمع الملك فهد، كما أيضا يحتوي المعرض على أفلام وثائقية للحج قديما منذ أن توحدت المملكة العربية السعودية وقادة الملك عبد العزيز رحمه الله، وأيضا صور بانورامية لمكة والمدينة المنورة قديما. هذا المعرض الذي يبرز لزواره مدى التلاحم والانسجام الحاصل في الدين الإسلامي بين مختلف مكوناته، يبين غنى التراث الثقافي لكلا البلدين، يبين طبيعة الحضارة الموحدة لكلا البلدين، يعني يبين الخصوصية المميزة لكل بلد. في هذا المعرض تعرض كتب، مخطوطات، تعرض حضارة وثقافات، تعرض كذلك نماذج لما تم إنتاجه في هذه البلدان المتميزة بعظمة تاريخها القديم، بعظمة إنتاجاتها الفكرية، بعظمة إنتاجاتها الحضارية. فهو معرض يمثل لجميع الناس إسهامات المسلمين في هذه الحضارة العريقة والحضارة العالمية. كانت الفكرة أنها تدار الورش الدراري الصغار. أش هو الورش الدراري الصغار؟ باش نعلموهم كيفاش حتى ديك التكنولوجيا اللي كانت غالبة على تفكيرهم وغالبة على دراستهم وعلى بلا لعبهم، كنحاولوا حنايا نخرجوهم منها ونجيو، لأن كاين واحد الحاجة ملموسة كدار في اليد. Yeah, it's nice. You know, I'm learning about Islam, the religion, about the history of it. And I'm liking it, you know, I like to learn. So it's good, yeah. هاد الزيارة في هاد المعرض جميلة، اللي تار انتباهي هو هاد الواقع الافتراضي اللي دايرينو على مكة والمدينة وعرفة. أنا رأيت عرفة والمدينة وهي كانت رائعة جدا، لأنه يعطيك ماذا يجب عليك فعله عندما تذهب لهذا المكان. في هاد المعرض هذا دار واحد الحاجه اللي زوينه بزاف، وانه قدروا يوصلوا الناس او يحطوهم في ذاك المقام الاسماء اللي زعما لكل شيء كيتمنى انه يوصل ليه، ميم سي ما مشاوش برجليهم وكان غير فيرتوال. صراحه حاجه اللي زوينه.